لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أفضل أبي وبالإذام فلتعبز كل عن الملام قدمت سيد البراء يا أمرا والأنبياء ورسل يا من أمدا خد صلاة وسلام أبدا لهم كما أغزيت من لم يعبدا إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل جل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ثم يزوره بلا نعاية وخدمة تقبلا يزر لسيد ورا معترا يا باقيا جعله مختارا نافي وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورثل بتثنيم واذكر كتبيا نافع وسلم ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحاب الكرام صلاة سنرس العظيم سمدي على النبي وآله والأمر رجع مجاهد لدى إلى لدى يا مرمان يا بروج لدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مزرة يا من كفاني السلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لزف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أغلى بشارات ترعى مستحسنة وجه لأمة الرسول الله علي خير صلوات الله ماذا تعلمت يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم بعمد وسكون في المؤمنين يا ولي يا ذكور يقول لي كن ويكون حاجي منك بلا حقد ولا تهاجي نفيت إبليس لغيره أبدا في الزهر ساء وكل من لم يعبدا وجي لمن غدا من واثما واثنا موجي لمن لم يثما قل لأمة النبي صلى علي بتسليم رب جل هجابة تشاسي الأعداء إلا سواء سرمة وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلين هن الذين كفروا برسل خذ لهم النصر نزيز عاجلا وبصرهم عاجلا وآجلا خذ من ذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغني ذوي الإسلام عن ركوني إلا يدعاك وأن سكوني على النبي والرسول ملتحد صل وسلم يا مبيد من جعد للمنتخب والأهل وصحب الكرام أوصي سلامك وجبني بالمرام يا ملؤ الغم كما للمر يا مغني أغنيتني أني الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي خطيت دون زك عاجيا أوزل لأمة النبي أهمدا مزليا لي في من أمدا نصرا عزيزا يسمر الكبار مغزق آري أدلهم من بارا زن العديد والفروع كالكتاب عن الذين امتنه من المتاب رافع بالفعل الكتاب والفروع
ما الحديث عذاب روح أعطيت للجميع دون صلبي ولي تقود السخل وقت طلبي لي أوزن الذي أريد أنفخي بي الورى يا مقنيا أن مدفعي ما أعتقد ذرني بالانتخاب وقلت لي ما أعده سوتها وجعت لي ما لا يزال أجبا في أبد لساله ننجبا مدت لي مدد من لا يفهم علي زين جبت لي بالأفهم نفيت كل من خلاني فارب لما يسوم دواما ذاكرب يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نزير نجيت من بيطع لكم من الزياتين فسكر يسمعها وجهت سكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في موته وبلدي مكرم بالأمن زفا خلدي أكرمني الرحمن إكرام الكفا كليتي تر وفيدي وكفا ناجيت ربي بزاد رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان عمدت عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس زوقا أكمدا قلوب جملة إذا توجد لخير الدر والمنى لمجد قلوب جملة الذين أفلمون ليتوجد ورد المسلمون إلى الذين سلموني قبل نع المدرة كذاك الكبل أن انتهى المدرة والبلوى ببدل مون ليغاد الأولاد له سبوري إلى الجنة دار المنى والأمن والمنة يذكر كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب لا جلال جلال تكريمي ولم يزل بلابي الكريم إلي وجد على كتابا ما يخير وما جدابا نظرتني فإنك النصير ما أتعبي إنك البشير هم ثمد قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبل بفيدان رددت لي في نسي أنصبتا لي وجال بلسا سببتا عجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت للفعالى بوجهك الكريم أوز الفرجا للمؤمنين والتعاقين رجا مزليا مزلما على نبي بشير كل أقرب وأجنبي ولي ابن المسلمين فرا يا من ما أن الأذى والثرى ما أوتى ما علي مر من بلا يا من جميع الدنيا تقبلا نجيه يا للمصطفى بعد صلاة ما زال من عندهم خلا يزل به نشي تعزرا فكل ما يسر تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فاز الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بدير وكرمة الابرار بالنعيم وكوبة الفجار بزعيم شيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبادا طيب من أراد أن ينقدما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارث زل أرض بكاء وكل من أبكاه سر كرسي وكل من أبكاه سر كرسي بكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جزاء ما سنوا بطونهم سقان أهل قريب وكل من سدير شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أجلب أعلى الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون منعهم طوى بالاختلاب وكل في البشر سن خلاب رجاءهم معاقب وملك في أبد ما لا يراء ملك بناءهم يعلون وليس سفيل عما مبارز عليه فهو سبيل بلا يا منا واجب مغا والجزم لوجه باب غما والإله هو الرحمن هو الرحيم
هلوا الأسوال من نيلو ألبو عبد وشكور زاق المتن للمتبى العبد زكور فاربت جملة من النباي لمن كفاني يسوي النباي أذكره وقاد لي أبدالا كما كفاني العرب والجدالا سبحان الله والكريم والأميد وكل من لم يرني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه درل على الذي بي كفاني الخرل جزاء من جر عن الميشاري لغاد ما خفاني الأمشاري الحمد لله بالانتهائي على أني عبد الله شلبهائي براعة المطار ليس تفام إذا على من بنكال يقام للمصطفى وجهت الله صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فساق ولي إلهي وسسعي داق ملك ربي مالك كليتي عاللوك عملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قاله الحق ونلتهول برعني الله من سلك ومن كل نباق وسعاد وسعادة دمين برعني من عيب نفسي بالنبي زل علي بسلام النبي هو الذي لم أرى خير ولا أراه في زين أدا ولا محمد صلى عليه بسلام وزيلة له والإنقاذ الكلام برعني الأكرم تفي عن يدهم لأنني خل غائب وقديم لو كتابي ومع الأقدار والنسيان وجه الخدار آية ما على الهدى فقلبوا والنسيان ساقئين انقلبوا تقديم باق قاد لي صوابا على الذي أورثني صوابا.